يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، واليوم احلى خميس لانه في حلو وفي لعبه. صح، هلا حنخسرها بعد شويه. والله شوفي حسب صراحه ساره، يعني نحن عندنا هاي العاده، يمكن انا عم نحكي على البورد جيمز، بس انا وساره كل ويك اند كل ويك اند لازم تظهر هاي اللعبه اللي هي الجنجا او يانجا مثل ما بيسموها. والله انت يبغالك العاب تركيز، تعرف ليش اقول ولا ما اقول؟ تفضلي. انا يا جماعه ضايع الاي دي حق الشغل حقي لي 3 ايام، كلمت السكيورتي وطلعت فوق ونزلت تحت وقلبت البيلدينج كله وسالت كل احد ساري يدور على الاي دي حق ساره مراد. والله ما بتصدق، امس حبيت تكلمني تقولي ساره ايش فيها هلا؟ قال الاي دي حقي في الشنطه وحقك انا لابسته. طب لعبي لعبي. اوكي طيب اوكي اوكي، هذا قد ما بحبك. يبغى لك العاب تركيز. ركزي انت كمان. ايوه اوكي، انا راح ركز بالكيك وركز باللعبه. بس دائما احيانا بتصير معنا هي الاشياء، قد ما انا وساره هيك قراب من بعض يعني ما شاء الله، بس انه دائما من بكون مثلا انا حاطه يقولوا من المحبه، عاد اخذت الاي دي حقي من المحبه، بعدين عم بطلع عم اقول ساره مراد طب كان هذا الاي دي مين؟ طيب خليني اعطيكم الوصفه اليوم. قالت لي ساره في تحدي اكثر، انه نحن حنضل بالوقت اللي عم نحضر فيه الحلقه حنضل عم نلعب جنجا دبل تركيز. طب شوفي ايدك عم ترجف؟ لا ولا انا شوي انت متوتر عشان حتى تخسري. طيب يلا يلا وريني. طيب طيب اوكي، شو رايك تطبخي الحلقه؟ لا انا هادي اتوتر فيها. صعبه. طيب نحن اليوم الكيك اللي عم نعمله كثير كيك بسيط وسهل، وفينا نعمله على فكره باي نوع من انواع الفواكه. انا اليوم اخترت التفاح، وعن جد يمكن هذا الموسم للانواع التفاح كثير طيبه ونوعها حلو. دائما بنفضل نختار اللي يا اما مثلا تفاح يعني نجربه يكون طعمته حلوه، ما تكون الحامض، او يعني نبتعد عن الاخضر، ممكن الاصفر او الاحمر. وفي كمان النوع هذا اللي بيكون، انا ما حاجي اسمي مسمياته لانه بكل بلد مختلفين. أوكي. اللي بيكون شوي اصفر واحمر عاده بيكون حلاوته اعلى. هذول البيبي كمان هذول كثير عن جد كثير حلوين، بس مو دائما موجودين. أيه. هذول بيذكروني على فكره بسوريا وبلبنان، انه بموسم بدايه الصيف دائما بيكون في تفاح صغير وبتاكليهم هيك على طول، وخاصه اذا هيك ماشي بالطريق ولقيتي شجره تفاح واخذتي اخذتي منها. طيب نحن حنعمل الكيك اليوم حيكون ابسايد داون، او اللي هو الكيك اللي حنقلبه، فحنعمل بيز حيكون فيه الزبدة مع السكر مع طحين اللوز والتفاح، حنحطهم هون نصفهم، وحنرجع نعمل الكيك خلطة الكيك أو اللي هي العجينة ونحطها فوق ونخبزهم. بس يخلص الكيك بنقلبه أبسايد داون وبصير عندنا التفاح من فوق. تمام. خلينا نبدأ أول شيء بتحضير الوصفة اللي هي عبارة عن عم نستعمل حبتين من البيض مع كوب من السكر، حأكسرهم هون هلأ على جنب أول شيء. ولا تنسوا إنه دورك هلا مع البيض صعب شوي، استني تخيلي. هلا مو انا اللي عملت دوري، دورك انت. لا لا انا شلت هذه اخر مو فشلت. طيب يلا اوكي. طيب حنخلط اول شيء البيض مع كوب من السكر مشان تركزوا معنا، وانا حركز بعدين باللعبه. اوكي، فضفنا كوب من السكر الابيض، وحاستعمل السكر البني بقلب بالقاعده لحتى يعطي شوي نوع من انواع اللي هيك الكراميل. وفينا نحن كمان نرجع نعمل كراميل سيبريت او بشكل جانبي لحتى انك نضيف عليها مع الايس كريم، وجبت ايس كريم اكيد اليوم. يا سلام. طيب بس نخلط البيض مع السكر، حضيف عليهم معلقه من الفانيلا، دائما الفانيلا كثير اساسيه لما بيكون عندنا بالوصفه بيض، بتروح اي روح زنخه او شيء. بخلط معلقه صغيره من الفانيلا ومعلقه صغيره من مركز اللوز، ودائما مركز اللوز بهالوصفه اساسي لانه عم نعطي شوي هيك يعني فكره عن روح الاكله لليوم. اما المكونات الجافه، عم بستعمل كوب وربع من الطحين، حضيف عليه نصف كوب من طحين اللوز، اذا عندي طحين القمح العادي كوب وربع. أوكي. ونص كوب طحين اللوز، طحين اللوز متوفر دائما اللي هو بس لوز مطحون. حضيف عليهم نص معلقه من البيكنج سودا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هاي هي المكونات الجافة اللي عم نستعملها لليوم. أوكي؟ عندي هون البيض مع السكر بلش ينخلطوا، حضيف عليهم هلأ نصف كوب من الزيت النباتي، فكأني عم حط كل المكونات السائلة مع بعضها، وحضيف عليهم كوب من اللبن الزبادي. انا اليوم جبت اللبن الزبادي اللي مع فانيلا. اي كنت حقول ليه لون كذا؟ طعم بيعطي طعم هيك حلو وفريش اكثر. فيكم تستعملوا زبادي عادي اللي هو يعني الزبادي الابيض، بعدين ممكن اضيف فانيلا على الجنب يعني. يعني ما في داعي صراحه، هي لانه حطينا نحن فانيلا اوريدي، يعني نفس الطعم حقتك، فاجيب لبن عادي احط ملعقه فانيلا. هو هذا اللبن بالفانيلا له هيك طعم غير. أوكي. تحسيه منكه اكثر، فانا يمكن بفضله انه استعمله اكثر من انه نضيف فانيلا على اللبن. بس يعني اذا مو متوفر بس لبن زبادي عادي. ماشي. فحبتين بيض، كوب من السكر، معلقه صغيره من الفانيلا ومعلقه صغيره من مركز اللوز، نصف كوب زيت نباتي وكوب من اللبن الزبادي او اللي هو اللبن بالفانيلا. بعدين على طول بالتدريج حنبلش نضيف المكونات الجافه، وبعدين حاتركهم يخلطوا
وبعدين حألعب جنجا. تعرف المشكلة هذه الألعاب يعني تطلع روح المنافسة. نعم. في ناس أوقات حق أنت ما تسمع دائما الناس تتخانق حقيقي ولا ناس تخسر بعض على ألعاب. شفتوا هذه الحركة اللي بقول لكم عليها؟ إيه. عندها بوز كذا هلا تسوي كذا بأصابعها. الله. لازم هيك النشاط يعني. طيب نحن بعد ما بنكون خلطنا المكونات الجافة مع بعضها بس هلا حرفع شوي السرعة لحتى تتجمع كل الخلطة. اوكي وبهذا الوقت حنبدا نحضر البيس تبع الكيك اللي عندنا. بس المكونات اللي حنستعملها حورجيكم اياهم. اوكي هدول المكونات اللي هم حيكونوا الكيك صار جاهز، يعني هاي خلطة الكيك صارت جاهزة. حنعمل هلا هون نحن زبدة مع سكر بني مع شرايح اللوز. أوكي. مع لوز مطحون. فحيصير شو عندي كراست بالبيس تبعها. حاخذ معلقة. طب العبي لك حألعب لعبة. يلا استنى. لا لا لحظة والله صعب الواحد يخسر على التلفزيون يعني. أيوة أوكي كملي المهم. أوكي حنبدأ بشوي من الزبدة. عم استعمل زبدة على حرارة الغرفة حتى قريبا حوالي معلقة. لا بدكم تركزوا بالكيك ولا بالجنجا؟ بس يمكن تخسر صح؟ أوه يلا ما عندي شك وريني. بس احنا عاده بننافس اللي حوالينا يعني ما بنتنافس مع بعض صح صراحه دائما يعني. انا وهلا نكون ما نخسر تيم. ما نخسر هي ايوه ما نخسر بعض بتصير تخيل على اللعبه يا هلا بعد هذه كل السنين الطويله من المحبه والمعزه. من يومين حطت ساره صوره على السوشيال ميديا لما كنا باخر مره بكان بفرنسا. أيوة. ففعلا يعني يمكن هي الذكريات لما شفت الصوره طلع مول يا الله ساره طب انه اشتقت لنا بس بمكان ثاني. عارفه والله انا عارفه اشتقنا للسفر صراحه. هو ماني عارفه اذا اشتقنا للسفر ولا اشتقنا انه احنا نفصل او نغير الروتين. هو تغيير يعني الروتين تحس انه لينا بنسوي نفس الشيء فتره طويله يعني شيء جديد يعني وصلنا لمرحله عم نعمل كيك وعم نلعب جنجا وعادي بالضبط هيك يعني بالضبط هو لدي درجه نبغى نكسر الروتين يعني. طيب نحن هلا هون للبيس حطيت معلقه كبيره من الزبده لازم تكون على حراره الغرفه لحتى ما تجمع معنا. اوكي ونحن عم نعمل هلا هون كانه تقريبا كراميل لانه بعدين بالاخير لما حينخبزوا تتاكد السكر يتفرفط حستعمله بايدي هيك عم وزع شوي من السكر البني يعني تقريبا معلقتين ما بدنا نكتر كثير حتى ما تطلع بزياده حلوه. بعدين حرش عليها مو لازم ما يعني تطبطب مو تطبطبي مو تطلعي طبطبه فجاه صارت لا انت يعني حتى الكيك بدك تطبطبي يا ساره يعني عارف ايش قصدي انه تطبطبي تكبسي هي ذي لا ما بنحتاج عم حط هلا طحين اللوز. صار عندي زبده مع سكر بني وبعدين حارجع احط شوي من شرايح اللوز. اوكي هدول حيطلعوا بالاخير على وجه الكيك. اوكي حيكون شوي قاسي صح هيك مقرمش ايوه بيعطي تكستشر انا صراحه مع شوفي بنقدر نعمل هيك نتماسكوا مع بعض. بعدين حاخذ من التفاح وحنبلش نحط من شرايح التفاح على الوصفه. فبس بقصهم هيك مثل ما هن بقشرهم اهم شيء يكونوا شرايح ما كثير سميكه لحتى يعني يكون سهل بعدين صفهم على الكيك. بليز قطعوا يعني اسرع سرعه من قصدي اخف سرعه من هلا يعني مثل ما انتم بتحبوا كيف كل واحد بيقدر يحب يعمل. وبنصف هلا كل شرايح التفاح على الكيك وبرجع بس يتعبى كل الدائره اللي عندي هون هرجع احط خلطه الكيك اللي حضرناها. بستنوا ما اختم قبل ما العب لعبه. ايوه طبعا حنرجع نصف كل شرايح التفاح اهم شيء تتملى كلها تفاح ما نزيد ما نعمل طبقتين وحنحط هاي الخلطه على القالب. وبعدين على حراره 200 بده يكون الفرن حامي. بنبلش بنحط طيب لحظه هلا بخبركم على حراره على حراره 200 لمدة 20 ل 30 دقيقة. لا خطأ. ها 45 دقيقة على ربع ساعة صح؟ ربع ساعة ايوه لا اوكي طيب المهم لمدة 40 دقيقة بتحطوه بالفرن وبيطلع لنا أطيب كيك وحخلي سارة عندي بالمطبخ أتوقع لأنه نظرة التحدي بعيونها. طيب لحظة أوه
بدنا نكمل الحلقة. طيب لحظة لحظة لحظة. أولا. يلا يلا قبل ما اطلع اطلع البي تي. تفضلي. ها لا 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 والله لا والله يلا واحدة بسرعة سارة ما عندك وقت. بسرعة يلا عندنا فقرات ولا لا لا احنا كده حقيقة ما حنخلص اللعبة. طب خلاص على كده خلينا نروح عندنا موضوع. طب المشكلة